السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرئيس حسن من موقع خدمات ويب دوت كوم. النهارده درس أخير من سيسيدروس الريل تايم شات أبلكيشن. هنعالج مشكلة السكرول بتاعتنا. أنت لو بتبعت رسائل جديد كتير السكرول ينزل لتحت عشان تشوف كل الرسائل بتاعتك. طيب هنعرف نغير اسم السكرول هنا، وهو هيساوي SLH دوت جيت باي أي دي وهيدي الاي دي بتاع الرسائل بتاعتي اللي هو messages، اللي هي الاي دي بتاع الدفايه اللي بيبقى فيها الرسائل. تمام اوكي، وبعد كده اقول هنا السكرول دي دوت سكرول توب بالشكل ده هيساوي السكرول دوت سكرول هاي بالشكل. طبعا هنا في ايرور عشان السكرول ده مش متعرف، تعال نعرف فوق السكرول وتعال نعرف المره الاي دي بتاع المسج ده كوبت كده مسج ديف مثلا او ديف مسج هيساوي الكلام ده، ناخد ديف مسج دي نحطه هنا بالشكل هاكم شكله كده الموضوع مظبوط. تعال نتشيك كده ونشوف الدنيا فين. تعال نعمل ريفرش، نعمل ريفرش هنا كمان. طبعا صورت كده شوية. تمام نكتب هنا أي حاجة زي ما شايفين كده، نكتب هنا كمان لاحظوا معايا هنا انا بكتب هنا في الادمن، لاحظوا معايا محمد، هتلاقي محمد بيعمل سكرول كمان. بصوا محمد بيعمل سكرول بيجيب اخر حاجه، يعني بصوا هاي بتظهر هنا في الادمن وفي محمد. لو كان محمد كاتب حاجه هتروح برضو للادمن وهيعمل سكرول، فبالتالي سواء انت اللي بتبعت او اي حد تاني بيبعت على الشانل هي بتنزل سكرول لحد اخر حاجه تحت. تمام، في حاجه اخيره بقى، لو انا خرجت من هنا مثلا بقيت بره الشانل بتاعتي. تمام، فانا محتاج ان انا اعمل كلير للمسج دي، مش عايز يبقى في مسجز بقى خلاص من خرجت بره الشانل دي. تمام طيب، فانا هاجي هنا وانا برجع باك، يعني وانا باجي باك او ممكن جو تو روم ايا كان اي واحده فيهم مش مشكله، هاجي اقول له ان الديفايه اللي هي اسمها ديف مسجز دوت اتش تي ام ال فضيها لي، خليها لي فاضيه عشان تبقى فاضي، يعني ولما اجي اخش على شانل ثانيه تبقى فاضيه. تمام تعال نجرب. فانا هنا نعمل ريفرش بس الاول، هنا نعمل ريفرش طيب هنكتب هنا اي حاجه مثلا، هنا اي حاجه نفس الكلام هنا تمام. جه الادمن ده راح خرج، فراح فعلا اتمسحت الرسائل. جه دخل تاني خلاص دخل مش هيشوف اي رسائل من الرسائل السابقه، بس لو حد بعت رساله او هو بعت رساله هيشوفها عادي جدا مش مشكله فيه. تمام جه محمد ده راح خرج بقى، برضه الرسائل كلها اتمسح من عنده مش في اي رساله عنده. تمام فاصبح الموضوع ده كده ايه مظبوط 100%، مفيش اي مشكله فيه خالص. اللي بيخرج بيفقد الرسائل، وطبعا الرسائل بتتبعت للستريم لاب، والستريم لاب بيبعتها لكل الناس وبتتمسح من عند ستريم لاب. تمام يعني مفيش داتا بتفضل على ستريم لاب
هي مجرد ما الرسائل بتوصل للناس بتتمسح مع السيف ده. لو انت محتاج ان انت تسيف الرسائل دي تبقى في هيستوري عندك، هتضطر تسيفها في الداتابيز بتاعتك. تمام. طيب ده كان بالنسبه للريل تايم شات، اتمنى يكون استفدتوا، واتمنى الخدمه تكون سهله بسيطه. احنا كده عملنا كل الكلام ده كله بما يقارب مثلا 115 سطر الكود. طبعا في جزء كبير من الكود خاص متعلق بالديزاين، ان هو يظهر حاجات ويخفي حاجات. الجزء الخاص بستريم لاب صغير جدا، كان من الحاجات الصغيره. تمام. اتمنى يكون الموضوع سهل، موضوع سلس ولذيذ. اشوفكم في دروس جديده ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.